يلف يلف بيها طبعا. قدر ان هو يطور من نفسه، قدر ان هو يبقى عنده تنويع في الباسز بتاعته. طارق حامد كان الاول بيباصي اللي جنبه كلها باصات شورت باس. طارق حامد النهارده بيغير ملعب، طارق حامد النهارده بيباصي بتوين ذا لاينز، لو اتخلقت له بيحاول بيسدد طبعا. طور اكتر لعيب في مصر في السنوات الاخيره، طور نفسه هو طارق حامد. هو ميدو بيريح اللي جنبه، خلي بالك بيريح اللي جنبه. انت لما واحد بتبقى زي مثلا زمان تتكلم في تامر عبد الحميد مع مثلا حازم امام، تامر عبد الحميد مع حازم امام كان بيخليه يتنفس. فطارق حامد دوره مهم جدا، زي ما ديانج دوره مهم جدا في النادي الاهلي، زي ما زمان كان حسام عاشور دوره مهم جدا في النادي الاهلي. انت عندك مثلا، عشان اقول لك حاجه، رودبي اللاعب بتاع مانشستر سيتي في وسط الملعب برضه في فرقه ملوك الاستحواذ امام ايفرتون في الماتش اللي لسه خلصان دلوقتي، عمل 84 تمريره. بتتكلم نجاح كبير، نجاح كبير. طارق لعيب كبير. وطبعا عبد الله جمعه يعد الاكثر صناعه للفرص، قام بصناعه 5 فرص لزملائه امام الوليديه. يعني يا جماعه قدام مولوديه وهران جمهور الزمالك يزعل على النتيجه، ان هو يرجعوا له يا جماعه، ان هو يرجع، ان هو الفرقه كان لازم تكسب. بس في ايجابيات كتير جدا. لا ده اكتر مباراه لنادي الزمالك مباراه مولوديه وهران، انت بتتكلم في 75% استحواذ، 25 كسر 3 ارقام كانوا مش ارقام في افريقيا، ارقامه هو كزمالك. انت بتتكلم عدد التسديد على المرمى تقريبا 24. برضو في احصائيات الزمالك يا جماعه نجيبها رجاء، لو هم عايزين دي احصائيات اللعيبه، في احصائيات الزمالك. انت بتتكلم في كسر يا ميدو، بتتكلم 75% ل 25% اهي. اكبر نسبه استحواذ للزمالك اخر 5 مشاركات له في افريقيا بنسبه 75% مقابل 25% للمولوديه. اكبر نسبه تمريرات للزمالك في افريقيا في مباراه واحده بتتكلم في 630 باس مقابل 140 للمولوديه. امبارح برضو يا ميدو الاهلي برضو لازم يديله حقه، الاهلي امبارح تقريبا برضو كان 640 تمريره. فدي حاجة محترمة، رقم كبير جدا، فاهم. أكبر عدد تسديدات على المرمى 24 في مباراة واحدة، منهم 7 على الجول. لكن طب هشام، الماتش الجاي الزمالك رايح يلعب ماتش صعب، والصعوبة بتاعته غير الكورة كمان، عارف الصعوبة في إيه؟ إن هما بيعملوا سحر وشعوذة. هو دي أنا وإحنا جايبين لكم حاجة يا جماعة، هشام جايب لكم لقطات من ماتش الترجي. الناس دي لازم الزمالك ياخد بالهم. الفرقة دي بتعمل معروفه بالذات حارس المرمى بتاعهم. طبعا انا ما بامنش بالكلام ده ولكن يعني لازم في سحر وشعوذه، يعني الناس دي بتعمل. وده ميدو كان في ماتش الترجي، ماتش في ملعب الترجي، ما بالك بقى وانت رايح السنغال. زي ما حضراتكم شايفين في ملعب الترجي حارس مرمى التونجيت السنغالي بيحط في المرمى. دي مهم توصل للمسؤولين، عمل مهم توصل للمسؤولين. وبقول ان لازم مسؤولي الزمالك ومسؤولي الاتحاد الافريقي ياخدوا بالهم. اهو العمل اهو اللي طلع بايسي سي حارس مرمى تونجيت السنغالي اهو العمل يا جماعه، طلعوه من المرمى، مسؤولي الترجي طلعوه من المرمى. واحنا جبنا لكم الصور دي حصريه لاوضه اللبس، هشام رشاد المارشال جايبها لكم عشان ياخدوا بالهم وهم مسافرين. خدوا بالكم، يعني دي كانت في الترجي، ما بالك وانت رايح السنغال بتتكلم في اوض كل حاجه، بتتكلم في اي حاجه. انا لا اؤمن، ولكن في لعيبه ممكن بتبانيك وممكن تخاف من الحاجات دي، فالناس تاخد بالها. جيبوا لي الصور تاني يا جماعه، حصريا لبرنامج اوضه اللبس، الصور دي حصريه. ده العمل والسحر اللي كان عامله حارس مرمى سيسي، حارس مرمى تونجات السنغالي في مباراه الترجي. دي صوره هو بيحط العمل، بعديها المسؤولين بتوع الترجي خدوا العمل، هو دي صوره العمل اللي هو عامله. ما اعرفش ده ايه، ده عارف عامله ايه، لكن الكتابه هي مكتوبه كل هي دي حاجات طبعا سحر بتاع. لازم يعني ما اقول لكم يعني بصراحه، لازم يبقى فيه قرايه قران، لازم يبقى فيه لا ويفتشوا الاجوان وهم نازلين، لازم اوض اللبس يقرا القران كتير. الكلام ده كده ممكن يعني في ناس ماشيه بالكلام ده، فلازم ان احنا الزمالك ياخد باله في الماتش اللي جاي. ان في ناس بتخاف يا ميدو، في ناس بتخاف. احنا القران هو اللي بيعالج كل الكلام ده، والكلام ده كله كل حاجه. ميه وملح، الشيوخ بيقولوا كده، يعني ميه وملح بالظبط، لازم يرشوا ميه وملح بالظبط. قلبناها في قلبناها حي لكن كان مهم يعني عشان قبل ما الناس تسافر طبعا. يعني الصور دي هشام عمل مجهود كبير جدا عشان يجيبها لنا. هشام بشكرك حبيبي ميدو، ربنا يخليك. المارشال النهارده عمل لنا فقره جامده، وحوي حبيبي. حبيبي تعالوا نروح فاصل، وبعد الفاصل معايا نجم كبير قوي في التسعينات